السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس سلسلة قواعد اللغة الإنجليزية. درسنا اليوم رح يحكي عن الـ Present Perfect، المضارع التام. وكالعادة رح نبدأ بشكل الفعل، بتكون من Subject الفاعل زائد Have أو Has زائد التصريف الثالث للفعل اللي هو الـ Verb 3. خلينا نيجي على الأمثلة ونشوف كيف نعمل الـ Present Perfect. I have played. أنا لعبت. He has played. هو لعب. They have eaten. هم أكلوا. ملاحظة بسيطة، رح نحكي إنه الـ have مع الفاعل الجمع والـ has مع الفاعل المفرد. إذا لاحظتوا إنه لما ترجمت الجمل السابقة كلها حكيت في صيغة الماضي. احنا في اللغة العربية عنا الماضي هو ماضي بغض النظر، ماضي بسيط، ماضي تام، مضارع تام، الماضي هو ماضي، صيغته واحدة. لكن في اختلافات باللغة الإنجليزية من حيث الماضي، سواء كان ماضي قريب أو ماضي بعيد أو فعل ماضي حدث قبل فعل آخر. هاي كلها الاختلافات هي بتحدد عن أي ماضي رح نحكي. إحنا بنحكي اليوم عن المضارع التام، لكن هو فعليا فعل ماضي، هو present لكن فعليا بيحكي عن الماضي. قاعدة عامة بالنسبة للأفعال اللي تحكي عن perfect بشكل عام، سواء كانت present ولا past ولا future، أي فعل perfect لازم يكون فيه شغلتين مهمات. واحد من أفعال have، سواء كان have أو has أو had في الماضي، زائد لازم يكون الفعل في التصريف الثالث. أي فعل perfect لازم يحتوي على have زائد تصريف ثالث. ننتقل لاستخدامات الـ present perfect، المضارع التام، ولازم نركز شوي في هاي الاستخدامات. الاستخدام الأول بيحكي عن فعل ماضي وقع وانتهى منذ زمن قريب. بدنا نركز على كلمة قريب. لحد هو فعل وقع وانتهى في الزمن الماضي، هذا هو نفسه استخدام الباست سيمبل، يعني احنا بنحكي عن فعل ماضي فعليا. لكن الفرق بينه وبين البريزنت بيرفكت انه الباست سيمبل وقع في ماضي بعيد، اما البريزنت بيرفكت وقع في ماضي قريب. خلينا نشوف من المثال. I have finished my work. انا انهيت واجبي. He has visited his uncle this morning. هو زار عمه هذا الصباح. لما نحكي أنا أنهيت واجبي I have finished my work، بيعني في هاي الجملة إنه أنهى واجبه من فترة قريبة، قبل ساعة، قبل ساعتين، بهاي اللحظات. أما لو إنه حكى I finished my work، نفهم من هاي الجملة إنه أنهى واجبه منذ زمن بعيد، مبارح، أول مبارح، وهلما جرى. الاستخدام الثاني بيحكي عن فعل وقع وانتهى في الزمن الماضي بشكل عام، سواء كان قريب أو بعيد، لكن في ميزة إنه هذا الحدث لسه أثره موجود في الحاضر. كيف يعني؟ رح نشرح بالمثال التالي. الأول، اثنين أصحاب التقوا مع بعض. الأول شاف صديقه حط جبير على إيده وبيسأله What happened to your arm؟ شو صار لإيدك؟ الثاني بيحكي I have broken it. أنا كسرتها. طيب، هو فعليا يمكن كسر إيده من ساعة ويمكن من قبل أسبوع ولسه الجبيرة موجودة. هو فعليا الحدث وقع وانتهى، عشان هيك سميناه ماضي تام perfect، انتهى. لكن بسبب وجود أثر في الحاضر اللي هو وجود الجبيرة على إيد الشخص، حكينا الفعل في الـ present perfect. I have broken. ما حكى I broke it. ما حكى أنا كسرتها في الـ past simple. إذن استخدامين، يا إما نفهم من الحدث إنه ماضي قريب ونتأكد إنه ماضي قريب، حدث وقع قبل فترة وجيزة، أو وقع في الماضي بغض النظر أي ماضي قريب أو بعيد، لكن الأثر تبعه موجود في الحاضر. ننتقل لتمثيل الـ present perfect على خط الزمن. بناء على الاستخدام اللي شرحناه إنه الـ present perfect
حدث وقع في الماضي ولكن منذ زمن قريب، يعني قبل قليل. معناته راح يكون مكان السهم الخاص في الـ Present Perfect قبل الناو بلحظات. قبل ما ننهي الدرس لازم نحكي ونركز على الاختلافات بين الـ Present Perfect والـ Past Simple. زي ما حكينا، إذا فهمنا أنه الفعل حدث منذ وقت قريب نحكي عن ماضي قريب، يعني Present Perfect. أما إذا كان الفعل بيحكي عن ماضي بعيد فمنحكي عن Past Simple. واختلاف آخر أنه الـ Present Perfect يمكن يكون له أثر في الحاضر، زي ما حكينا على مثال الجبيرة. أما الـ Past Simple هو فعل حدث في الماضي وانتهى وليس له أي أثر في الحاضر. يعني إذا سمعنا جملة I have played، يعني أنا لعبت منذ وقت قريب. أما إذا سمعنا جملة I played، يعني أنا لعبت منذ زمن بعيد. وهيك بنكون انهينا درس الـ Present Perfect. بتمنى أنه نكون ركزنا فيه كويس ومتى نستخدمه والاختلاف بينه وبين الـ Past Simple. وكالعادة ما تنسوا تعملوا مشاركة للفيديو وإعجاب لصفحتنا على اليوتيوب والفيسبوك.